كالتوتة. هتحكي لنا عن مين النهاردة يا فتفوتة؟ هحكي لك النهاردة يا توتة حكاية غريبة قوي. هحكي لك عن أول إنسان عمل غلط على وجه الأرض. أول تصرف غلط عرفته. برافو عليك يا توتة. إيه بقى هو؟ الناس اللي صلبوا بابا يسوع وقتلوه، صح؟ بصي يا توتة، أنت كلامك صح جدا، لأن فعلا كان التصرف ده غلط. بس الحدوتة بتاعتنا النهاردة عن حكاية حصلت زمان قوي، قبل ما بابا يسوع يتولد بكتير. أنا مش عارفة، أحكي لي بقى. بصي يا توتة، فاكرة حدوتة آدم وحواء لما كانوا عايشين على الأرض؟ افتكرتهم، مش هما اللي أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر ومشي من الجنة وربنا قال لهم هتعيشوا على الأرض؟ برافو عليك يا توتة. بصي، لما آدم وحواء كانوا عايشين على الأرض بقى عندهم أولاد، واحد اسمه قايين والتاني اسمه هابيل. والأولاد دول كبروا وبقوا شباب أقوياء جدا وقدموا ذبيحة لربنا. وقايين كان بيشتغل في الأرض وبيزرع وبيحصد، أما هابيل أخوه فكان بيشتغل راعي غنم وكان بيرعى الخروف. وفي يوم قدم هابيل وقايين ذبيحة لربنا. ذبيحة؟ يعني إيه ذبيحة؟ حلو السؤال قوي ده يا توتة. بصي حبيبتي، ذبيحة زمان كانت عبارة عن حيوان بيموت بدل الإنسان لما بيعمل حاجات كتير قوي، منهم حاجة من اتنين، يا إما شكر ربنا يا إما لو هو عمل حاجة غلط. طب قايين وهابيل قدموا ذبيحة إيه لربنا؟ هقولك، قايين قدم لربنا من ثمر الأرض، لكن هابيل قدم لربنا خروف. ثمر وخروف؟ هو ربنا هياكل؟ لا طبعا يا توتة، بس كل واحد فينا بيقدم ذبيحة على قد ما قدرته، لأن ربنا مش بيطلب مننا إن إحنا نجيب له حاجة تبقى صعبة علينا. ها، وإيه اللي حصل بعد كده؟ الأخين قايين وهابيل قدموا ذبيحتهم لربنا، بس ربنا قبل ذبيحة هابيل بس، وقايين ربنا رفض الذبيحة بتاعته لأن كان أعماله شريرة قوي وكان مش بيقدم الذبيحة بإيمان خالص. عندك حق يا فتفوتة، احنا برضو مفروض نختار الذبيحة بتاعتنا. بالظبط يا توتة، ودي كانت أول غلطة غلطها قايين. هو عمل إيه غلط تاني؟ الغلط التاني يا توتة إن لما هو اترفض الذبيحة بتاعته اتضايق قوي قايين، وساعتها راح قتل أخوه هابيل. قتله؟ يا توتة قتله، ودي كانت تاني غلطة عملها قايين. غضب قايين عمى قلبه وخلاه مش شايف حاجة غير ان هو يعاقب اخوه، رغم ان قايين هو اللي كان غلطان. طب هو ربنا عمل ايه في قايين لما قتل اخوه؟ ربنا كان مستني قايين يجي يعتذر على اللي هو عمله، كان ربنا هيسامحه على طول. وساعتها ربنا قال لقايين، فين اخوك هابيل يا قايين؟ خاف قايين وكذب على ربنا وقال له، معرفش، انا مش حارس ليه، دم اخوك صارخ من الارض. ودي كانت تالت غلطة غلطها قايين، انه كذب على ربنا. ايه ده؟ ده ما كانش قصده، دي كذبة بيضة. بصي يا توتة، الكذب ملوش الوان، واحنا كاولاد الملك ما ينفعش نكذب خالص، ولا انت ايه رأيك؟ عندك حق يا فتفوتة، وانت يا توتة ما تعمليش على حسابك على كذبتك. حتوكل توتة.